السلام عليكم. خرج الصحفي وإعلامي قناة الشروق يوسف نكع عن صمت بعد حملة الانتقادات الواسعة والتي طالته مساء أمس بعد الأسئلة التي وجهها للأستاذ المفصول من عمله في حصة احكي حكايتك، وهذا ما قاله للجزائريين في بث مباشر. شغل حبينا نستفسرهم من عنده. من بين النقاط اللي قلتهم له كان واحد النقطة ما باليش علاش ما عجبتش شي ناس، هي نقطة عادية انه هو قال انه قال بلي التلميذ ما هو كان واحد المقطع محذوف وقال بلي كانت لابسة ليبا قال بلي التلميذة هذه. انا قلت له واش كنت طلبت منها، هو فعلا طلب من التلميذة انه اربع تلميذات انهم يلبسوا الحجاب ماشي انهم يلبسوا لباس محتشم. ابخي في التلفزيون جو كومبرون كو هو بالك ما حبش يقول ما حبش يهضر، بصح الحقيقه انه في المجلس سالوه وهضروا معاه على الحجاب وهو لم ينكر التهمه. برك في التلفزيون ما قالش باللي قال قلت لها لباس محتشم، بصح في التحقيق في لجنه التحقيق وحتى مع الطالبات هو قال لهم البسوا الحجاب. مي هذا هو ماشي هذا هو لب الموضوع. فكان يهضر وكان يقول باللي الطفلة كانت تلبس ليبا فان ويظهر لحمها، قال يظهر لحمها يظهر لون جسدها، قالها هكا بصريح العبارة والتسجيل موجود. أبخي في التلفزيون شافوا في مصلحة البث في الشروق انه كلمة تظهر لحمها كلمة شوية مش مليحة، شوية صادمة كأنه تهضر على تلميذة تقرأ عندك تقول باللي كانت تلبس ليبا تظهر لحمها، هو الكلام شوية فيه حساسيات فما جوزوش هاد المقطع. خلاو برك انه قال باللي لابسة ليبا فام. ومن بعد انا سقسيتو سؤال عادي قلت له بما انه في الاسلام عندنا مبدأ السترة كذلك عندنا مبدأ غض البصر، انه خاصة انه الله امرنا بغض البصر يعني بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء نفس الشيء. فقلت له سقسيتو عادي قلت له واش صرا، قال لي ها واش صرا سيتي، قلت له بصح وعلاش اسكو قلت للتلميذ اللي معك اسكو قلت له غض البصر على التلميذه اللي معك لابسه ماشي لابسه بما انه انا نحكيو على التربيه وتعليم اسكو قلت له غض البصر، فما واجبش على السؤال كما شفتوا هذا عادي يعني هو ما جاوبش على السؤال. ولكن انا نسقسيه بما انه انت طلبت من التلميذه انها تتحجب اسكو طلبت من التلميذ ان يغض البصر تعلموا انه يا ودي البنات حرمات، البنات عندهم ماليهم، البنات عندهم اخلاق الاسلام انه ما تخزرش في طفله مامسي ماشي لابسه ما تخزرش فيها ايتترا. فريبوندا كما شفتوا ومن بعد اون افي لو تور يعني بدا يهضر قلت له كيفاش صرات ايتترا ايتترا ايتترا. هي رايحه يعني الحكايه طويله يعني البرنامج طويل فانا مخلوع من الناس اللي مدين جوست دقيقه ويجوزوا لا علينا معليش ماشي مشكل كل انسان يقدر يغلط وهذه هي هذا هو الاعلام. لحقنا لنقطة انه اللباس المحتشم قلت له اللباس المحتشم اللي انت بالنسبة لك لباس محتشم الكلمة مطاطية لانه فعلا اللباس المحتشم كلمة مطاطية يقدر يكون اللباس المطاطي اللي يشوفه استاذ العلوم الشرعية ماشي هو اللباس المحتشم اللي يشوفه الاستاذ تاع الفيزيكي وهي رايحة تاع سبور ما يقولكش اللباس هذا محتشم ما محتشم كاين مواد ورانا داخل مدرسة ماناش داخل اطار مختلف يعني مش ما نقولوش حاجة واحدة اخرى انا داخل مدرسة. فسالته وشنو هو اللباس المحتشم بالنسبه لك واكيد هو ما حبش يقول اكيد انه اللباس المحتشم بالنسبه لاستاذ العلوم الشرعيه ما حاش يكون جينو فاست راح يكون حجاب، هو ما كانش حاب يقول كلمه حجاب. ما لا علينا انا كيجي عندي الضيف عنده الحريه يهضر واش يحب ويقول واش يحب. لحقنا لنقطه لجنه التحقيق في لجنه التحقيق هو قال لي انه تعرض في لجنه التحقيق كيسقساوه اتهموه في المؤسسه اتهم بالتحرش بالتلميذات. انا ما حبيتش نقول في التلفزيون التحرش بالتلميذات هذا بناء على واش حكى لي هو يعني واش قال لي بعظمه لسانه قال لي باللي قالوا عليا باللي نتحرش بالتلميذات. فانا قلت له في البرنامج قلت له خلال لجنه الاستماع لجنة